السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أكرمك الله وأكرم إذاعة ديال ميد راديو وجميع الطاقم التقني والأخ سامي المستقبل المكالمات وجميع الأصدقاء والعاملين بإذاعة ميد راديو. بارك الله فيك أبولي، الله يحفظك ويرعاك. سيد طيب، أنا ونتحدث على الأخت مريم من شفشاور رحمها الله، فقدنا صديقة عزيزة على قلوبنا منذ ذلك الحين منذ توفيت، وأنا أحاول أن أربط الخط بكم ولكن الخطوط مملوءة ومشتغلة، هذا الشيء علاش ما اتصلت بكم. سي طيب، هذيك الأخت مريم من مدينة شفشاون كانت صديقة صراحة، افتقدناها وافتقدنا ذاك السوق السجيف في القرآن الكريم، افتقدناه لا إله إلا الله، الله يجعل مثواه الجنة إن شاء الله يا أرحم الراحمين يا ربي يا كريم. الأخت مريم صراحة منذ أن هضرنا نتواصل معها ونهضروا معها، أنها ما عمرني سمعت أن مريم كتشكى من الفقر ولا كتشكى من شي حاجه، انها ما كتحس بانها عندها اعاقه ديال البصر، فقد البصر. سبحان الله، عمرني حسيت انها فقد البصر. اي حاجه كتقول مريم تقول لها مريم دير هذه الحاجه، نقول لك انا نديرها ونتجاوز انني نديرها. سبحان الله، لانها كتبين انها عاديه. منذ كنهضر معها شحال من مره كتبين انها عاديه وكتعطيك واحد الطاقه ايجابيه وتعطيك المهم كتعطيك بزاف الامور. افتقدنا والله العلي العظيم. لا كنتفكر واحد المسابقه كنت قمنا بها في رمضان، والله العظيم اللي كانت فيه هي من بين اللجنة ديال الإخوة اللي كانوا معنا، حد سيد من آسف ليتو شعيب والأخ محمد الحداد، وهي أيضا كانوا معنا مجموعة من الأصدقاء في اللجنة، وكانت أول من يبدي الملاحظات هي. كتقول لك مريم الله يرحمها بهذه الطريقة، أنا عندي ملاحظة، كتبدأ هي الأولى من كنقدمو كتخدم المبادرة هي الأولى، ما بقيتش من ما بغيتش تحيد ديالك الصوت من الأذن ديالي ديالها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. السيد طيب، كانت بالنسبة لمريم أختي مريم كانت عندها واحد الأمنية، أن واحد النهار مرت معكم قبل وفاتها على إذاعة ميد راديو، قالت لكم أنني غندير واحد المفاجأة لميد راديو. إيه، تحدثت معكم فيما بعد أنها غتحقق واحد المفاجأة لإذاعة ميد راديو، أنها إيه؟ واحد النهار جات وقالت لك أمنية ديالها أنها تفتح واحد لاشين يوتيوب. إيه، باسم قناة نور الإيمان لحفظ القرآن الكريم. أيه بسكيدة. طيب، وأنا كمال من مدينة آسفي سأخذ على عاتق هذه المبادرة، لا إله إلا الله، وإن شاء الله سأفتح قناة باسم قناة نور الإيمان للقرآن الكريم للمكفوف، أنا زدت غير هذيك للمكفوف. لا، إن شاء الله، وستبتدئ القناة في الأسبوع القادم بإذن الله. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله، ومع الأصدقاء اللي كيحفظوا القرآن، هذه أمنية للأخت مريم أنا بدي نحققها ليها من هذا المنبر ديالكم. أو اللي بيتضامن معنا مرحبا، اللي بيدخل معنا اللاشين ديالنا مرحبا، هذه أمنية نحققها لها. وأيضا سأسمي مجموعة مريم لحفظ القرآن الكريم، أطلق عليها هذا الاسم حصريا على إذاعة ميد راديو، المجموعة التي أنخرط فيها أنا والأصدقاء، سأطلق عليها اسم مريم لحفظ القرآن الكريم. أيضا ستكون هذه تخليدا وإكراما لروح مريم الطاهرة التي ودعتنا إلى دار البقاء، وأيضا سنلتحق بها ذات يوم، ولن نجد أحسن شخص من مريم لأنها كانت تحفظ القرآن. لا إله إلا الله، افتقدنا صديقة عزيزة على قلوبنا. إذا كان السي طيب بالإمكان أقرأ القرآن وأدعو نعم نقرأ على روحها وعلى روح جميع الأموات المسلمين. يا بني، شكرا، تفضل سأك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها
لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو شئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله العظيم. الله يجعل رحمة لأختنا مريم يا أرحم الراحمين. يا رب يا كريم يا اللهم ارحم أختنا مريم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم افتح لها في قبرها مد بصرها بقدرتك يا قدير يا مقتدر. اللهم وسع عليها ضائقة القبور. اللهم اجعل قبرها روضا من رياض الجنة. إلهنا ولا تجعله حفرة من حفر النار. إلهنا اللهم إن كانت محسنة فزد من إحسانها وإن كانت مطيئة فتجاوز عنها يا أرحم الراحمين. اللهم الحقنا بها يا أرحم الراحمين في جنات الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها يا أرحم الراحمين. إنك ربي على كل شيء قدير. إنك ربي بالإجابة جدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. شكرا لك. طيب شكرا 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 لك. شكرا شكرا, 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 شكرا. وبارك الله فيك على هذه القراءة الطيبة وعلى هذه الدعوات الصالحة. أسأل الله تعالى أن يحفظك ويرعاك ويطيل عمرك وإن لله وإن إليه راجعون. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.